كأس العرب يعني الاسم له يعني كما يقول لك ثقل كبير. كأس العرب اليوم العرب يتحدون في مباراة تجمعهم، يعني ما فيش أشياء باش تقسمهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي كما قال الزميل الوعي الإعلامي وحتى ربما تاع المسؤولين، لأنه شفنا الاستغلال اللي قامت به بعض الأطراف لهذه الحوادث تاع 2009. شفنا باللي أنه كان فيه تشويه صورة الجزائر، صورة مصر، دولتين يعني في إفريقيا مهمتين وكبار، وصورة الكرة الإفريقية وحتى الكرة العربية. ولكن هذا كان يعني ماضي، مش ماضي كما يقول لك، لما تكون يعني في الحدث ربما الأشياء ما تشعرش تتجاوز الخطوط الحمراء بدون شعور. لكن إذا تعمل يعني تتخلي الوقت يمر وتعمل بريس للريليس، تشوف باللي يعني ربما احنا كنا في معركة مع مصر ولكن كانت أطراف أخرى تستفيد من هذا الفتنة الوضع، ويعني تدخل في 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 في, في أذهان الناس أشياء غير معقولة. وحتى والناس الجزائريين والمصريين يعني كان فيه تشويه شامل للصورة حتى للمواطن الجزائري أو المصري. لا، كل مقومات الشعب المصري والشعب الجزائري تم تشويههم بطريقة يعني مخجلة صراحة. أنا لما أعود يعني وصلنا إلى رموز شهداء، وصلنا أمور يعني تجاوزت كل شيء. خلينا نعود نقول أن المباراة وننسى ونطوي حتى إحنا الماضي، ونروح لللاعبين السابقين للمنتخب الوطني الجزائري والمنتخب المصري، ونروح للجانب التكتيكي. الأستاذ فكري الصغير، هل تعتقد بأنه المباراة هذه راح تكون تكتيكية محضة بين كيروش المدرب المنتخب المصري ومجيد بوقرة؟ هل معركة وسط الميدان للمنتخب المصري، عنده وسط ميدان قوي شفناه في المباراتين الاثنين، وأيضا المنتخب الوطني نقطة قوته كانت أيضا في وسط الميدان ببروز ميريزاغو.